السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا عزيزي المشاهد، نتمنى خالصا أن تستفيد من هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن 5 حيل وطرق يمكن أن تنقذ حياتك. في المرحلة الأولى عزيزي المشاهد، معظم الناس الذين يغرقون ليس لأنهم لا يجيدون السباحة، لكن بسبب التعب والإرهاق الذي يعاني منه الجسم عدة ساعات. لذلك نقترح عليكم هذه التجربة والحيلة التي من شأنها شأني أن تساعدك للحصول على القدرة على التحمل في الماء، وذلك فقط باستخدام السروال. أي يجب إزالة السروال وربط عقدة مزدوجة مع الساقين كما في الصورة، كما في الفيديو، ونضعه في العنق، ثم نضرب بساق واحدة، نضرب الماء 3 مرات، وذلك لإدخال الهواء في السروال كما يتضح لنا في الفيديو. ثم نسترخي ونأخذ نفس عميق ونسترخي. في المرتبة الثانية عزيزي المشاهد، أجريت دراسة في عام 2007 في أمريكا على أن معظم الناجون من حوادث الطائرات هم الركاب الذين جلسوا في مؤخرة الطائرة. فبجلوسك في المقاعد الخلفية فهذا يعطيك نسبة 40% على أن تبقى على قيد الحياة في حالة سقوط الطائرة. أما أولئك الذين يجلسون بالقرب من الرأس الطائرة ففرصهم ضئيلة جدا ومنخفضة. في الرتبة الثالثة عزيزي المشاهد، إذا كنت في مكان فيه نقص المياه النظيفة الصالحة للشرب وتوجد مياه ملوثة بالرمل بالأجسام غريبة الضارة، إليك هذا الحل والفعال بسرعة. وبذلك أخي المشاهد، باستخدام حاويتين فارغتين وباستعمال قماش بهذه الطريقة، نقوم بلصق ربط الحاويتين بالأخرى، وذلك بامتصاص المياه التي تتسرب إلى حاوية أخرى ويعطيك ماء صافيا. في الرتبة الرابعة، معظم الوفيات الحرائق هي نتيجة استنشاق الدخان، ولتجنب هذا يجب أن نأخذ الحذر. لذا يجب دائما اتخاذ الاحتياط، وفي حالة كنت في غرفة مغلقة وكان هناك حريق، فعزيزي المشاهد قم بأخذ قطعة قماش ثم غمسها في الماء وضعها في فمك وأنفك. بهذه الطريقة عزيزي المشاهد ستقوم بتصفية الهواء وإدخال هواء نقي إلى الرئة. وفي المرتبة الخامسة، إذا كنت في الغابة وليس لديك ملعقة ولديك قنينة بلاستيك، لا تقلق، إليك هذه الطريقة لصنع ملعقة وهي طريقة فعالة جدا. أولا نقوم برسم ملعقة على القنينة كما نلاحظ في الصورة، ثم نقطعها بهذه الطريقة باستخدام مقص أو سكين بطريقة سهلة جدا يمكن أن تفعلها بدون متاعب، ثم نمرر عليها النار من جميع الجوانب. طريقة سهلة جدا ولا تأخذ وقتا طويلا. وشكرا على المشاهدة، ونتمنى أن ينال الفيديو إعجاب، ولا تنسى صديقاتي الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لكي يصلك كل جديد. ونتمنى أن نلتقي مرة أخرى في فيديو قادم بفكرة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء، وحياكم الله.